بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. تقدم لنا بيان شروط وجوب الصيام، أي الإسلام والعقل والنية والآن إذا توفرت شروط الوجوب تبقى شروط الصحة، صحة الصيام بعد شروط الوجوب. نعم. قال: وشروط صحته ستة: الإسلام. ألا في كل عبادة الإسلام شرط في كل عبادة من صيام وغيره. نعم. وانقطاع دم الحيض. الشرط الثاني بالنسبة للمرأة انقطاع دم الحيض. الحيض ليس عليها صيام، ليس عليها صيام أداء، وإلا فهو يجب عليها قضاء، فالحيض لا تصوم، لو صامت ما صح منها الصيام حتى تنتهي دورتها عادتها. تعرف ذلك برؤية الطهر، علامة الطهر، وهي القصة البيضاء، تخرج، إذا خرجت انتهى الحيض، أو النشاف التام بحيث ما يخرج منها لا كدرة ولا صفرة ولا شيء، حينئذ طهرت فتصوم، يجب عليها الصيام، صيام ما بقي من الشهر أداء، وما مر عليها في فترة الحيض تقضيه بعد رمضان. نعم. والنفاس. النفاس مثل الحيض، لكن النفاس يكون بعد الولادة. النفاس دم يأتي على أثر الولادة، قد يطول ويقصر، لكن نهايته إلى 40 يوم، نهايته إلى 40 يوم، وقد يقصر، وقد لا تحيض، وقد لا يأتيها دم بعد الولادة، قد لا يأتيها دم، فإذا لم يأتيها دم تصوم، وإذا أتاها دم إذا انقطع تصوم، وإذا لم ينقطع تكمل 40 يوم فقط، بعد 40 تغتسل وتصوم. هذه النفساء. نعم. الرابع التمييز. الشرط الرابع التمييز، يبلغ سن التمييز 7 سنين فيصوم تطوعا، سيكون صيامه تطوعا، لكنه يصح، يصح منه الصيام، الطفل المميز يصح منه الصيام، ويكون نافلة، يكون نافلة له. نعم. الكلام الآن في شرط الصحة لا في شرط الوجوب. شرط الوجوب البلوغ، لكن شرط الصحة التمييز. نفهم الفرق بينهما. نعم. فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. يجب على ولي الصبي المميز اللي بلغ 7 سنين
أمر الطفل بالصيام، إن كان يطيق ذلك، إن كان يطيق ذلك يأمره بالصيام ليتدرب عليه ولأجل يكون نافلة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المميز بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، كذلك الصيام يؤمر به إذا كان يطيقه ويكون له نافلة ويكون تدربا على الصيام. الخامس العقل، فلا صيام على فاقد العقل المعتوه الذي ليس له عقل، أو المجنون الذي أصيب بالجنون صار ما يعقل، فهذا لا يجب عليه أي عبادة، لا صيام ولا غيره، حتى يرجع إليه عقله. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح. إذا نوى الصيام صحيح وأمسك مع طلوع الفجر ثم عرض له الجنون، فإن استمر إلى غروب الشمس فهذا اليوم يكون لا بد من قضائه، أما إن أفاق يعني هو نوى الصيام ثم جن ثم أفاق في آخر النهار مثلا، إذا أفاق في آخر النهار فإنه يمسك ويصح صومه، لأنه عاد إليه عقله وقد نوى في البداية، فهذا الذي عرض لا يضره. الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن لو نوى الصيام ليلا ثم أصابه الجنون في النهار أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا، أو أغمي عليه ما في جنون، أصابه أغمى، فقدان للعقل سبب الإغماء، والإغماء هو تغطية العقل بالإغماء، هذا مثل الجنون، إن كان بدأ معه من قبل طلوع الفجر فلا صيام عليه، ولو صام ما يصح، لكن يقضيه إذا عافاه الله. أما إذا كان طرأ الجنون في النهار أو الإغماء في النهار فإن أفاق قبل غروب الشمس جزءا من النهار صح صومه، وإن استمر فإنه لا بد من إعادة هذا اليوم. فأفاق منه قليلا صح، صح صومه يعني. السادس النية من الليل لكل يوم واجب. الشرط السادس أن ينوي الصيام من الليل بالصوم الواجب، رمضان أو القضاء أو الكفارة أو النذر، كل صوم واجب فلا بد من أن ينويه من الليل، بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. أما النافلة تصح بنية من النهار، إذا أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم أراد أن يصوم تطوعا فلا بأس بذلك. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. ما هي النية؟ النية ما هي شيء
واضح يراه الإنسان. النية بالقلب، النية خاطر بالقلب، فإذا خطر بقلبه الصيام فقد نوى ولو لم يتلفظ. نعم. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. نعم، إذا أكل أو شرب عند طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، إذا أكل أو شرب قبل طلوع الفجر يعني تسحر، هذا دليل على وجود النية، دليل على وجود النية، فيصح هذا. نعم. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو ولا ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، يعني ما لم يطلع الفجر، إذا نوى الصوم قبل أن يطلع الفجر ثم بدا له أن يأكل ويشرب ما يخالف، ينقضي النية ويأكل ويشرب لأن الصوم ما بعد بدأ، فيعيد النية مرة ثانية عند طلوع الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، سيتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. أو قال إن شاء الله غير متردد. كلمة إن شاء الله استثناء، فإذا قال أنا صائم إن شاء الله، إن قصد التبرك بإن شاء الله، إن قصد التبرك أو التحقيق بإن شاء الله فلا تضر، لأن هذا ما هو باستثناء. أما إن قصد بإن شاء الله الاستثناء علقه على المشيئة، إذا علقه على المشيئة فلا يصح هذا لأنه متردد. نعم. لابد من الجزم بنية الصيام. نعم. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. لو قال عند الفجر، هو ليلة الثلاثين ما يدرى من رمضان ولا الثلاثين من شعبان ما يدرى، وقال أنا بصوم، لكن إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن ما رمضان صير نافلة، هذا نوى الصيام، هذا نوى الصيام وعلقه على إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن كان ما هو من رمضان يكون نافلة. هذا كما سبق، اللي يصحون صوم يوم الشك يصحون هذا ومن يصح، أما القول الصحيح لا، يوم الشك لا يصام، منهي عن صوم يوم الشك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فلا يصوم يوم الشك، هذا هو القول الصحيح. نعم. قال وفرضه الإمساك عن المفطرات، عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الصيام نية كما سبق، نية بالقلب يتبعها الإمساك عن الأكل والشرب، كلوا واشربوا حتى يتبين، إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، فمع نية الصيام يمسك عن المفطرات، فلو نوى ولم يمسك صار يأكل ويشرب ما صح. نعم. قال وسننه ستة. نعم. قال وسننه ستة، سنن الصيام اللي تشرع في الصيام، وهي ما هي بلازمة لكنها من المكملات المستحبات التي تستحب للصائم. نعم. تعجيل الفطر، استحب تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، ولا يقول والله أنا ما نب عطشان ولا نب جوعان أبدا أمدد الصيام من الليل، ما يجوز هذا،
الله جل وعلا قال إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا يجوز تزيد على ما قاله الله سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي قل الله جل وعلا أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أعجلهم فطرا، فيبادر بالإفطار عند غروب الشمس امتثالا لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وطلبا لما يحبه الله. الله يحب من عباده أن يفطروا عند غروب الشمس. نعم. وتأخير السحور الثاني مما يستحب، تأخير السحور، تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر، حيث أنه إذا فرغ يطلع الفجر، هذا أفضل. أي تسحر وسط الليل أو نصف الليل وينام أو لا، هذا ما هو بأحسن. الأفضل والأحسن أنه يصوم عند طلوع الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين، فله أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته إلى أن يطلع الفجر، وهذا أفضل من أنه يقدم الإمساك على طلوع الفجر. نعم. والزيادة في أعمال الخير الثالث مما يستحب للصائم، زيادة من أعمال الخير من تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل وصلوات النوافل، لأنه صائم يضيف إلى الصيام تطوعات أخرى قولية وفعلية، ولا ينشغل بغير ذلك، بل يضيف إلى الصيام أعمالاً تطوعية تكميلاً له، هذا هو الأفضل. نعم. وقوله جهراً إذا شتم إني صائم، مما يستحب للصائم أنه يمسك عن السباب والشتم والغيبة والنميمة، يمسك لسانه لأنه صائم، والصيام ليس مقصورا على ترك الأكل والشرب، بل يشمل ترك ما لا يجوز في سائر الأيام، الغيبة والنميمة والسباب والشتم، هذا لا يجوز في كل الأيام، الصيام وغيره، لكن في الصيام آكد، لأنه يؤثر على الصيام، وقد لا يكون له أجر في صيامه، قد يبطل الثواب، ثواب الصيام، وما يبطل الصيام لكن يبطل ثوابه أو ينقصه، فيحافظ على صيامه من اللغو والرفث أو للزور الغيبة والنميمة، يمسك عن هذا. هو بالصيام مجرد ترك الأكل والشرب، ترك كل ما حرم الله. إذا كان المباح يترك وهو الأكل والشرب، فكيف لا يترك المحرم؟ يترك المحرمات والمعاصي وهو صائم، لأنها إما تبطل صيامه وإما تنقص ثوابه أو تبطل ثوابه فلا يكون له ثواب، تعب حظه من صيامه الجوع والعطش فقط. نعم. وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، نعم، مما يستحب للصائم الدعاء عند الإفطار، ولم يثبت دعاء معين، ما ثبت دعاء معين، يختار من الدعاء ما يحضر بباله يدعو عند الإفطار، لأنه في عبادة، والدعاء عند على أثر العبادة، الدعاء على أثر العبادة مشروع. نعم.
وفطره على رطب. يستحب مما يستحب للصائم أن يفطر على الرطب، أول التمر يعني، إن كان في أول الثمرة، كان في أول ثمرة النخيل، المستحب يفطر على رطب. فإن لم يكن عنده رطب يفطر بتمر، يعني بالجاف، تمر الجاف. فالمهم أنه يفطر على تمر سواء رطبا أو جافا، يسمى التمر الجاف، يسمى التمر، والطري يسمى الرطب. يستحب أن يفطر على رطب أو تمر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإفطار، كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات. فإن لم يكن عنده رطب ولا تمر يشرب من الماء، يحسو جرع، يحسو حسوات يعني يجرع جرعات من الماء. وكل هذا طيب، التمر طيب والماء طيب أيضا، يكون أول ما يصل إلى معدته التمر الحلوى الطيبة أو الماء الطهور إذا لم يجد التمر. يجوز أنه يفطر بحلوى أخرى، يجوز بأكل آخر، يجوز، لكن هذا من باب الاستحباب، باب الاستحباب. وإذا أفطر بغيره من الأكل أو الشرب فلا بأس. نعم. فإن عدم فتمر، يعني لو شرب عصير ما يخالف، أشرب عصير، لكن الماء أفضل، لأن الماء طهور، طهر المعدة. وهذا إذا لم يجد التمر لا رطبا ولا تمرا يفطر بالماء، ولو أنه أفطر بغيره، عصير في مثلا طعام مطبوخ، أي شيء مما يؤكل، في فاكهة، أكل فاكهة لا بأس. نعم. فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. أي نعم، عرفنا الفرق بين التمر الرطب والتمر. فإذا لم يجد التمر والرطب يفطر بالماء، هذا الأفضل. نعم. قال رحمه الله، أفطر بعصير ما يخالف، نعم، أو قهوة ما يخالف، شاي ما يخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. نعم، يجب صيام رمضان على كل حاضر صحيح، الحاضر غير المسافر، والصحيح غير المريض، يجب عليه الصيام ولا يفطر في رمضان. يقول كل واحد أنا بصوم، ما هو بلازم أن يصوم برمضان، أصوم عقب رمضان، أصوم بالسنة، لا، ما يجوز، حرام. من شهد منكم الشهر فليصومه، يجب عليه صيام رمضان في وقته، إلا إن كان له عذر شرعي يبيح له الإفطار من سفر أو مرض أو هرم. من شهد منكم الشهر يعني حضر فليصمه في وقته. نعم. ويجب الفطر على الحائض والنفساء. فمن أفطر في نهار رمضان متعمدا فإنه يؤدب ويعزر، يجب على ولي الأمر أن يعزره بما يردعه ويردع غيره. ما يفتحون المطاعم في رمضان ولا يجوز هذا، لا يجوز هذا. إذا كان في ناس غير مسلمين ما يتظاهرون بالإفطار، يأكلون ببيوتهم محل خاص بهم، ولا يتظاهرون بالإفطار في الشوارع أو في المطاعم في بلاد المسلمين.
حتى ولو كانوا كفارا، احتراما للشهر ولئلا يغتر بهم غيرهم من جهال المسلمين. فمن أفطر متعمدا وجب تعزيره بما يردعه من الضرب، ويجب عليه توبة إلى الله، يجب عليه القضاء، قضى ما أفطره. نعم. ويجب الفطر على الحائض والنفساء. يجب الفطر على الحائض والنفساء، ما يجوز له تصوم وهي حائض، ما يصح صيامه، ما يجتمع الصيام والحيض، لأن الحيض يضعف قوتها، الحيض يضعف قوتها، فإذا صامت تضاعف عليها التعب، فلذلك خفف الله عنها وأمرها بالإفطار إبقاء على قوتها، هذا من رحمة الله. كما أن المسافر يجهده السفر فلا يجمع عليه الصيام، وكذلك المريض يجهده المرض فلا يجمع مع إجهاد المرض إجهاد الصيام، خفف الله عنه. نعم. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يجب الإفطار، يجب، ما هو مستحب، يجب الإفطار. متى؟ إذا أراد أن ينقذ إنسانا معصوم الدم، معصوم يعني معصوم الدم من مسلم أو كافر، معاهد أو ذمي، وقع في خطر ولا يمكنه أن ينقذه إلا بالإفطار، يفطر، يجب عليه أن يفطر لإنقاذ هذا الإنسان المعصوم، يعني معصوم الدم بإسلام أو بعهد، يجب عليه إذا لم يمكن إنقاذه إلا بالإفطار يفطر. نعم. ويسن لمسافر يباح له القصر. المسافر يخير بين الإفطار وبين الصيام، ولكن الإفطار أفضل، الإفطار في حقه أفضل أخذا بالرخصة، إلا على قول الظاهرية، الظاهرية يرون أنه يجب عليه الإفطار، المسافر يجب عليه الإفطار، فإن صام لا يصح صيامه عندهم، هذا مذهب الظاهرية، لكن جمهور أهل العلم يقولون مخير يصوم، لأن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا ينكر عليهم. نعم. ولمريض يخاف الضرر. يجب الإفطار على مريض يخاف الضرر، لأن إنقاذ نفسه أولى، إذا كان إذا صام عليه خطر في حياته يجب عليه الإفطار، إذا كان ما عليه خطر فيستحب له الإفطار، يستحب. نعم. قال ويسن لمسافر يباح له القصر، القصر يباح له القصر. نعم. ولمريض يخاف الضرر. اصبر. مسافر، ما هو بكل مسافر، الذي يباح له قصر الصلاة الرباعية وهو السفر الذي يبلغ المسافة، مسيرة يومين للراحلة 80 كيلو تقدير الحاضر، هذا سفر يفطر فيه بشرط أن يكون هذا السفر مباحا، السفر المحرم لا يترخص فيه، لا يقصر الصلاة، وإذا كان لا يقصر الصلاة لا يفطر في رمضان، لأن الرخص ما تستباح بالمعصية، اللي يسافر للفساد، سافر للفساد في بلاد الكفر ما يحلها أنه يقصر الصلاة، ولا يحله أنه يفطر في رمضان، لأن هذا سفر محرم، والرخصة إنما تكون
السفر المباح أو سفر الطاعة. نعم. ولمريض يخاف الضرر. نعم. ولمريض يخاف الضرر. يباح الإفطار للمريض الذي يخاف الضرر إذا صام، تلافى خوف الضرر بالإفطار. إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الحمد لله. نعم. لكن إذا كان يترتب عليه الموت، الصيام يترتب عليه، صيام المريض يترتب عليه الموت، قاله الطبيب لا تصوم عليك خطر، ما يجوز له يصوم. أما إذا كان ما عليه خطر فإنه يباح له الإفطار والصيام. نعم. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. إذا صام عند طلوع الفجر صام، نوى الصيام، ثم بدا له السفر، داله السفر في أثناء النهار، يخير، إن شاء أكمل اليوم وإن شاء أفطر، إن شاء أكمل اليوم، والإكمال أفضل إذا بدأ الصيام، فكونه يكمله أفضل، وإن أفطر جاز له ذلك عملا للرخصة. هذا إذا سافر في أثناء النهار وهو صائم، فالأفضل أن يكمل هذا اليوم، وإن أفطر فلا بأس بذلك. بعض العلماء يرى أنه يلزمه الإكمال، لكن هذا مرجوح، الراجح أنه يباح له يفطر. وهنا مسألة، إذا نوى السفر من الغد قال: والله أنا ما أنا بصايم الليلة، أنا بسافر بكرة، أبسافر ولا أنا بصايم. نقول: لا، ما دمت أنك ما بعد شرعت في السفر يلزمت الصيام، تصوم، وإذا سافرت خرجت من البلد إن أردت أن تفطر أفطر، وإن أردت أن تكمل فأكمل. أما أنك تقول: لا، ما أنا بصايم، أنا بسافر بأسر والليلة ما أنا بصايم، نقول: لا، أنت حاضر، إن شهد منكم الشهر فليصم، أنت حاضر، لزمك الصيام. نعم. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد. يباح الإفطار أيضا، عرفنا يباح للمسافر، يباح للمريض، يجب على الحائض، يجب على الحائض أنها تفطر، كذلك من المعذورين الحامل التي في بطنها حمل، تخاف إذا صامت أنها تتضرر هي، أو قال لها الطبيب: لا تصومي، لا تصوم، هي معذورة إذا خافت على نفسها تفطر، وعليها القضاء فقط. إذا كانت هي قوية تقدر على الصيام، لكن الجنين، لأن الجنين يتغذى من غذائها، فإذا صامت انقطع الغذاء عنه عليه خطر، خافت عليه، أو قال لها الطبيب: ترى الجنين يتضرر أو يموت إذا صمت، تقول: أنا صاحي بنفسي أقوى. قال: لا، لكن الحمل هذا أمانة، فيه أمانة في رحمك، تحافظين عليه، لا يجوز له تصوم تضرب الجنين، لكن يكون عليها القضاء والإطعام، يكون عليها القضاء والإطعام إذا خافت على الجنين فقط. أما إذا خافت على نفسها عليها القضاء فقط ولا عليها إطعام. نعم. ومرضع حامل كذلك المرضع، المرضع اللي إذا صامت ينشف اللبن أو يقل ويتضرر الرضيع، تفطر، تفطر وتقضي من أيام أخرى. نعم. خافتا على أنفسهما أو على الولد. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران، أو ما تخاف على نفسها لكن تخاف على الولد،
على الحمل أو الرضيع تفطر إبقاء على صحة الحمل أو صحة الرضيع، لا ضرر ولا ضرار، وعليها القضاء والإطعام. نعم. لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. نعم، إذا أفطرت الحامل أو أفطرت المرضع خوفا على الجنين أو على الرضيع يلزمها أمران، القضاء والإطعام. الإطعام على من؟ عليها هي؟ لا، على ولي الجنين، على ولي الجنين الذي تلزم نفقته عليه، ولي الجنين يطعم عنها. نعم. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض. طيب، إذا طلع عليه الفجر وهو ليس من أهل الصيام ثم تأهل للصيام في أثناء النهار، طلع عليه الفجر وهو ليس من أهل الصيام لكونه كافرا ثم أسلم في النهار، أو أنها حائض ثم طهرت أثناء النهار، أو أنه مسافر ثم قدم في أثناء النهار، هؤلاء يمسكون بقية اليوم احتراما للوقت، وعليهم قضاء هذا اليوم لأنهم لم يكملوه من أوله، لم ينوا الصيام من أوله. يلزمهم أمران: الإمساك بقية اليوم، أو عقل المجنون، أو بلغ الصغير أثناء النهار، كل هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم. وكذلك لو لم يعلم بدخول الشهر إلا في أثناء النهار يلزمه الإمساك بقية اليوم، لكن يلزمه القضاء لأنه لم يكمل اليوم. نعم. وإن أسلم الكافر، هذا واحد. نعم، يعني من صار أهلا للصيام في أثناء النهار. أو طهرت الحائض. أو طهرت الحائض اللي كانت ما بدأت الصيام من أول النهار. نعم. أو برئ المريض. أو المريض اللي مفطر للمرض بريء، صار يقوى يصوم، زال مرضه في أثناء النهار يمسك. نعم. أو قدم المسافر. أو المسافر المفطر قدم، انتهى السفر في أثناء النهار يمسك بقية اليوم. نعم. أو بلغ الصغير. أو صغير دون البلوغ، بلغ، احتلم أو تم 15 سنة في أثناء النهار، تم 15 سنة بلغ السن، فإنه يمسك بقية اليوم. نعم. أو عقل المجنون. أو المجنون مع الصيام لكن زال الجنون في أثناء النهار يمسك بقية اليوم يقضيه. نعم. في أثناء النهار وهم مفطرون. نعم. لزمهم الإمساك والقضاء. يلزمهم أمران: الإمساك بقية اليوم احتراما للشهر، والأمر الثاني القضاء، قضاء هذا اليوم. نعم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. نعم، إذا جاز الإفطار للمريض أو المسافر لا يجوز له أن يصوم غير رمضان، يقول أنا ما بصائم رمضان لأني معذور برخصة، لكن بصوم يوم الاثنين والخميس، بصوم أيام البيض. يقول لا، إذا بغيت تصوم صوم الفرض، بغيت تصوم صوم الفرض، تصوم نافلة في رمضان. رمضان محل للصوم الواجب، ما يدخل عليه غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات. ما يكفي؟ يكفي إن شاء الله. يكفي. أفطرت. الله يجزاك خير. ها؟ ها؟
أقول أفطرت شوية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: لو أغمي على شخص طوال النهار أو جزء منه، أو كانت تأتيه حالات تفقده العقل، هل يجب عليه القضاء؟ شوفوا، إذا نوى الصيام من الليل ثم طرى عليه الجنون أو طرى عليه العذر في أثناء النهار فإنه ينقطع صيامه. إذا طرى عليه الجنون أو طرى الحيض على الحائض ينقطع الصيام. أما السفر، إذا طرى عليه السفر هذا مخير، إن شاء أفطر اليوم الذي بدأه الصيام، وإن شاء أكمل اليوم، وهذا أفضل كما أو واجب عند بعض العلماء كما سبق لكم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا وأفطر في رمضان، فهل عليه فدية طعام مسكين؟ مريض لا يرجى برؤه ويكون واجبا عليه الصيام، ما يجب عليه الصيام. إذا كان مريضا مزمنا لا يرجى برؤ مرضه هذا ليس عليه الصيام، عليه الإطعام فقط فدية، وعلى الذين يطيقونه، يعني على من لا يستطيع الصيام لزمانة مرض أو هرم، فدية طعام مسكين من كل يوم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن مقدار الإطعام فيه قولان، الأول مد وهو ربع الصاع، الثاني نصف الصاع، فهل يعد قول المؤلف رحمه الله قولا ثالثا لأنه قيد المد بالبر وجعل غيره نصف صاع؟ لا، هذا قول للفقهاء، يقولون إن الحنطة أفضل من غيره، مد بر أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره. نعم. والراجح واللي يفتى به الآن أنه نصف صاع مطلقة من البر وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قال المؤلف: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، إلى أن قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. هذا في الليل، يعني في الليل إذا نوى الصيام وهو ما بعد طلع الفجر، نوى الصيام، قدم النية قبل الفجر، يجوز له يأكل ويشرب، ما يقول أنا نويت خلاص، لأن الله يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أنه ما زال الرخصة باقية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في ردكم حفظكم الله على سؤال يوم أمس، أنكرتم على من يقول بعدم مشروعية صلاة التهجد بعد صلاة التراويح في رمضان. نعم. فكيف يوجه فضيلتكم حديث عائشة رضي الله عنها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة؟ الرسول يصلي وحده 11 ركعة، صلاة الرسول أن تطيقها تقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء، والركوع مثل القيام والسجود مثل القيام، ما تطيق هذا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لما جمع عمر الصحابة على أبي بن كعب على إمام واحد جعلوها 23 ركعة، قالوا الرسول ما زاد، وراهم زادوهم لأنهم ما يطيقون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يخالف، صل صلاة الرسول ولا يخالف إلى صل في الحالك، أما إذا صليت بالناس خفف، أيكم أما الناس فليخفف، أما إذا صليت لحالك طول ما شئت، كونك تبي تحجر الناس على 11 ركعة ب10 دقائق تصليها وتمشي، لا، ما هذه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي بهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يطيقونها. حذيفة
لما قام مع الرسول هم أن ينفرد ويخرج، ما طاق يصلي مع الرسول الصلاة الطويلة، وهو حذيفة بن اليمان، فكيف أنت يا مسكين؟ الحاصل أن هناك فرق بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة التراويح. صلاة الجماعة تخفف، خففوها الصحابة وجعلوها 23 ركعة، زادوا في العدد وخففوا في الصفة. أما إذا طولت الصفة فقلل العدد، هذه قاعدة. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين الآثار والأحاديث، أنهم إذا خففوا الصفة زادوا في العدد، إذا أطالوا في الصفة قللوا في العدد، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.